السلام عليكم. الصلاة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك فقم حالا إلى الصلاة تثوب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، فكانت قرة عينه وسعادته وبهجته. وقد طالعت سير أقوام أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق وكشرت في وجوههم الخطوب فزعوا إلى صلاة خاشعة فتعود لهم قواهم وإرادتهم وهممهم. إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب يوم تتطاير الجماجم وتسيل النفوس على شفرات السيوف، فإذا الثبات والسكينة والرضوان والأنس. إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرف على المسجد وأن يمرغ جبينه ليرضي ربه أولا ولينقذ نفسه من هذا العذاب الواصب، وإلا فإن الدمع سوف يحرق جفنه والحزن سوف يحطم أعصابه وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاة. ومن أعظم النعم لو كنا نعقل هذه الصلوات الخمس كل يوم، كل يوم وليلة، كفارة لذنوبنا ورفع لدرجاتنا وصلاح لأحوالنا وسكينة لنفوسنا وهدوء لقلوبنا، دواء لأمراضنا تسكب في ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين تملأ جوانحنا بالرضا. أما أولئك الذين خاصموا المسجد وجانبوا الصلاة وتركوها، فمن نكد إلى نكد، ومن حزن إلى حزن، ومن غم إلى غم، ومن شقاء إلى شقاء، فتعسل لهم وأضل أعمالهم.